الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال درسي تضوات كان وحو كساب سنيهي نحرك إيمانك يكالسوني ده. حاتم الأصم أو تابعين تهور أهاي أو تلميذك شقيق البلخي الله هو ذا نحريستي أسم تابعي وذا أهايين أيا إسويديين شقيق وحويري ميق سنات إلى سعتها أدوحي قبر نيسي حاتم وحويري صدن إيسد حسنو أن وحكا برناي أن كل سعدات تلميذك أهاي. قال فماذا تعلمت مني في هذه المدة مدة ذا سي أردن محاد إلى بارتي. قال ثمانية مسائل سيد مسألة ذوت أنك عبرتي ويري. قال شقيق له شقيق البلخي أيا سؤاشي ويدي إنا لله وإنا إليه راجعون وحللي يا بوا ياسري عمري أستنات إلى سعتي سيد مسألة كريات إلى بارتي. إنك واسو جوابي يا أستاذ أسيدي لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. أنت أسمع هنا وحكلم كابرن إن أم بين كوشاغن مربي. فقال هات هذه الثمان مسائل حتى أسمعها. شقيق البلخي وحاسيري حاتمو إيشاك بسيديدان مسألة أو إقبارتي أن مقليه. حاتم وحاسيري كو نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر. الدون كان يخلق يكون والبا وحان أركي ياسيري قف كستو شيء أسجع لهي والدون كان يعني أسجع لهي إلا قبر يلقيه. فإذا وصل إلى القبر فارقه مركي قبر يلقيه وأكل هرايا وحسجع لي أصير. فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. أنا كان جعل كي وحان قالك حسنات أم بتصدق حسنات كاسني وأجهي إني قبري إلى جلايان. فقال أحسنت يا حاتم شقيق البلخ يا جبابي أحسنت وافي عن تهي سويري يهدنا كيلمات إيشاك. حاتم وحاسري نظرت في قوله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات آية أفرتن إي أفرتن إي آية أفرتن إيكو مركي آية أس أخريي وحاسول جيدا ننكي إلهي مقام كيسك عبصدو إلهي وجي كيسك عبصدو أو نفتي سن حكمايو أو هوى الدنيا أس إسراع سنين إن هو يجيس أي جنتها. فعلمت أسير أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق إن قولك إلهي حق يهي وحان كود ذالي مركز لقب الله إن النفتي ذا حكمايو وهو الدنيا أن إسراع سنين مركز نفتي ذا وحي كسقناتي أو كقبوبستي ضاع ذي إلهي. كي ستحات أسير إني نظرت إلى هذا الخلق خلقي مركان أركي فرأيت كل ممن معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه. ننكستو دتك كميدة بن آدنك شيء أيو جعليه أو قيمة وين يقدر وين أسؤول ليه مركستان أرنتاس شيء قاسي وحفظها ودورا وحنانيها. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل أن نقولك إلهي مركان أركي ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. سورة النحل آية 19 وإلهي قرآن كيسك يري وحات حيستان ودمانا وحي إلهي أكتيس جران ووارا واهرة. فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار مركي قعنتي سو قلب وح قيمة إقدار له إلهي حقيسان أجيذيي وإلهي إحفظي أهان. بمعنى ذاتك العقيد جعليهين
وأروس هايان وإلالي هايان إن لغا حدا واكا دورايان واكا عبسنايان واقر سنايان أنيغاني مركي لعكتا سوكالي إسو قشو واسدقي هاي إله اكتساني وحيلا صدقي استني ده اكتسات تال محفوظ إيكوتاي الرابعة كي أفراد إني نظرت إلى هذا الخلق خلقي مركان أركي أسيري فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال نمبل بمال ريكو حساب تما وإلى الحسب إيه قبيل وإلى الشرف مقع إيه درجة أدون وإلى النسب إيه أبترسي فنظرت فيها فإذا هي لا شيء وحان مركان أركي دادك ساس وحساب تمايان كو مالكو حساب تمي كو قبيلكو حساب تمي كو درجة أدونكو حساب تمي كو أبترسيكو حساب تمي وحان أركي وحاسدين إنه وحبكو تورنين ثم نظرت إلى قول الله تعالى مركز قولك إلهيان أركي وأخرستي إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحا إذنك درجة وين إذنك سريا إذنك كرامة بدن قف والبقف كعل كعبسي بدن يهي بمعنى قف والبقف كعبسي بدن يهي قف كاسا كرامة درجة وين له سورة الحجرات آية تميس دح مركز أنيقان حقيقة وحان ساري إن أنكود دالو الله كعبسي سي إلهي أكتيس عن كرامة وهلو بمعنى وحواي مال الدنيا إيه أبترسي إيه قبيل إيه درجة الدنيا كرامة ملوكو غارة أيوه كرامة ده وحالوكو غارة الله كعبسي الله كعبسينا أساس كذا وحواي وحي إلهي كفري أدييشد وحي إلهي كاربين أتكريبناتيت الخامسة كيشانات أني نظرت إلى هذا الخلق خلقيا مركان أركي بني آدم كأ وهم يطعن بعضهم في بعض وأيجي إسعناي إسجباي إسحمناي إسعيناي إسهباراي إسكسور جيدان حسد نكوجرو نميم نكوجرو حن نكوجرو أو واحد سكو حس داين وحواي بربر كان الدنيا ده أنا كان أقول كي إلهي الأركي أسيري أو سورة الزخرف آية صدون إيلمات قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إلهي سبحانه وتعالى وحويري أنا قيبيي قف والب وحي أو نفق أوه وحي معاش أوه وحي هنتي أوه وحي حول أوه وحي نلل أوه إلهي قيبيي هدي مروح والب إلهي قيبيي أنا كان قلبي حسد نمواكب بحيي إذا كان واكد إيراضي وحان يقين صدي إن إلهي أكتيسه قسم ذا أي كتمت ساس درتي إن أنت كان عدويستو وأن لبصدو وأن حسدو وكبحي قلبي أسير لح نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ذات كمركان أركي إن إسعنايان إسلبسنايان إسيسايان حقدي إسكوهايان إسلا دقال مايان قولك إلهي أنفيري قال تعالى في سورة فاطر آية 6 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان كوا عدوين عدو كاركتا أنا قانا أسان أجيدي عدو تنيمة ديدي الشيطان كان عدو كاركتاي وحانا كود ذالي إن المفول بك الدكتون هذا كتحذيره شيطان كي ناسي سوغل لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي إلها مرخاتي فري إن شيطان كي عدو إياهي أدكال أنور كسوغاية مجره أمر كي إلها انخاتي وحان أغاذي عدو وي إنو يهي شيطان أنوحك لإهان فتركت عداوة الخلق غيره إن بن آدنك أن عدو سدو وابي إسكدافي إلهي بميرين بن آدم كعدو كويهين شيطان كعدو كويه يلير السابعة كي تضوات نظرت إلى هذا الخلق بن آدم كمركان أركي فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة وحان أركي قفولبا موفديس مركاس رات سنايو وإسدوليها نفتيسو لبقليها وحلال إي وحرام بمكالفيري هايو وحيلو بني إي وحيلو بنين مكالفيري هايو سيمو فضكو هشارسكو فكرا
هنيجي أنا قولك إله ينفيري في سورة هود آية دلح قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلهي قرآن كيس وحسك شاقي سورة هود آية دلحاد نفلي كست أورول كان كونول أرزو غيد إلها هاي فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقها فاشتغلت بمال الله تعالى علي وتركت مالي عنده وحان يقين صدي ياسيري نفلي كستوالو كان كنول رزقي يد إلهي هايو ساس درتيدا أني أنا مئسكو مشغولين أنت أرد أنت أرزق رادي موف رادي روتي رادي حلال كرادي لب كرادي مرق كرادي إسدولي كرادي وحاس دنبق البيئي واكبيحي إلهي أمرك إفري عن أجيستي وعبادة أهيد ودد إن وحويدين وكجيستي يسير كيسي ديدات أو أقو دنبي عسيري نظرت إلى هذا الخلق بن آدم كان مركان أركي فرأيتهم كلهم متوكلين على مخلوق نول بوحاس تلديس سارتي بن آدم أسوكالئه هذا على ضيعته كوحاس تلسارتي نول أسقبو يبير أسقبو وهذا على تجارته كون الترديسي كالسوني ديسة وحسارتي قناعسي أسكو جيرو كون حرفة ديسة سنعول أسيهي كون عافمات كيسي يحوق أسقو أستلسارتي كون وحسارتي قف بني آدن أسوكالة أو مضح أما سدولة أما سلطان أني قانا إلهان تلسارتي أسيري وهي وحان أركي إلهي قرآن كيسة سورة الطلاق آية السدحاد قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ننكي إلهي تلسارتو إلهي مغنتيسة أسقلي إلهينه مباجناي بلنتيسة فتوكلت على الله عز وجل أسيري بركاسي عاتل أني قانا إلهان توكلكي إلهان سارتي فهو حسبي أساني إغانه قال شقيق البلخي وحاسيري يا حاتم حاتمو وفقك الله تعالى إلهي أكوا فجي وحي خيرك كوه هدبا أنا قاعد شوي دينه زمن كان هدبا وحابتي سيدا قلب هدي فعل أنقله وتي هوس أنك بلاو تتبضن وبني آدم كإمانة وحي كتشنايان أنا قاعد مالك عسان قباء أنا قاعد ورشدان قباء أنا قاعد حرف دلو أن أهي أني فرسامي قانا أهي أني بيران قبا أني دولان قبا هي هات كاس وحمة تره وات سو أركتين مركي سوماليا أفرتن سنة كهر أما سدون سنة كهر مركي قال الله سيئي يسكه ريماد وقودها شعبيك سومالي دحمري فكم أو مالكو ذكو حساب تمايين حرف دودك وحساب تمايين صنع دودك وحساب تمايين أقون دودك وحساب تمايين محلق هاي دطبغنا أعرم هاسي وحكو كيني واي هدي أنفيرينو دطكو حساب تمايو أو إسكو دولي هايو دط أو أيها كدرجة سرايو أو درجة الدون رئيه أما درجة دقالها أهاتو أما درجة دولني ماها أهاتو أما درجة عيدا أهاتو أو تلسار هايين مركي أو بربر كاسي إيكار أرد كاسي دعي محيط بكلا كل مين آوي داتكي أو مي عيسي أو دحدود إس عدب سناي مفول بإس عدب سناي إس عدب سناي قاركو دينا إس ديلان أو إنا إس قادان لب إس كوغيستان قري إس كوغان أي قارين محيكو قارين شيطان كريكو حوغيستي واجب كوذا وحاس هاي إن الشيطان كالدقاء لمان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أيها إسعاد وسيدين الشيطان كيكسو جيستين داد بضن أياكو حساب تما إلا هدن إلا أركايو مالان قباء قبيل وينان كدشي سنين شرف لهان أهي مقعان ليهي درجة الدنيا لقفانو أبترسي قبيل لقفانو يحول لقفانو وحاس دو وحمته إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم دتك هذا قبيل كفانايو
dadka maal ku faanaayo, dadka darajanimo daraja dowlanimo ku faanaayo, dadka qabiil xoog leh ku faanaayo, dadka qabiil hubaysan ku faanaayo. Kabaantuuma ilaahay qur-aankiisa ku camal fasha ina akramakum cinda allahi atqaakum. Haddii kan arrinta kale aan faalla ka bixiyane, dadka oo wax walba oo ku xisaabtamo haayo, dahabaa meel ii yaal, dollaraa meel ii yaal, dal hibilaa lacag ii taal, dal hibil oo ammaan ee aan maalkayga yaalaa. Ogaada ilaahay qur-aankiisas noogu sheegi, qaala tacaalaa maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaqin. Ee qumanaata ku socda istiqaama la imaada, maalka istiqaama maahin. Haddaan sadaqa laga bixinaynin, saka laga bixinaynin, maskiin la quudinaynin, maalka istiqaama maahin. Haddii oo bini aadanka inaad la siman tahay aad ogeen oo aad iska weynahaysid. Arrinta kale oo aan ku soo khatimaayana waxa waaye, zeminkan waxaa batay nin walba haw 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 aas ku jiraa, haba adduunyaas israacsihaa, maal gaar aas ku fikiraa, xoolo badse aas ku fikiraa, dhul ballaarse aas ku fikiraa, beer tacbasho oo badan aan awoodi karin aas ku fikiraa. Laakiin ma ogo qofkaas in oo ilaahay qur-aankiisi noogu sheegay in arrimahaasay dhan aan waxba ku toorneen oo wax lagu gaaraayo aan jirin. Ilaahayna qur-aankiisu wuxuu ku yidhi, wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can alhawaa fa ina aljannata hiya almawaa. Ninkii naftiisa xakameeyo, haw hawda badan ka dhaafo, hawa adduunka leexdo, cibaadadii ilaahay u jeesto, ninkaasaa jidkii jannada ku socdaa. Maalaan aruurihaa, xalaal iyo xaaraanna ma ka fikiraay intaynka keenay. Kaas wax la sheega ma aho. Ilaahayna qur-aankiisu wuxuu ku yidhi, maa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. Ilaahay cibaadaas ku abuuray, haw haw iyo hawa adduunya raacma lagu abuurin ee cibaadadii ilaahay u jeeso. Ilaahayna risqiga meel waa saaray. Allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Intii wanaag iyo kheyr aan soo sheegay ilaahay i waafajiyey. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Wixii gef iyo khalad aan sheegayna nafteyda iyo shaytaan ka waaye, waana ku cudubilaystay shaytaanka. Allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.